بداية كده نسترجع مع بعض يا شباب أركان الجملة وأنواع الجملة عندي بصفة عامة، عبارة عن إيه أنواع الجمل؟ اسمية وفعلية. اسمية وفعلية. برافو. أنواع الجمل جملة إيه؟ جملة اسمية وفعلية. وجملة فعلية. تمام. الجملة الاسمية ليه سميناها جوه جملة اسمية؟ عشان عشان بتبدأ باسم. لأنها تبدأ باسم. برافو. لأنها تبدأ باسم. برافو. مين هيجيب لي جملة اسمية؟ ها اللي أنا عنده كده. ها يلا مامي، بسرعة. مين هيبدأ بجملة اسمية؟ يجيب لي جملة اسمية. مين التلميذ أنا يلا يا يلا مس. مين يا بطل؟ اسمك ايه؟ أحمد محمد. أحمد محمد. ماشي يا أحمد، يلا ها هات جملة اسمية. مثلا أحمد شرب اللبن كله، أحمد شرب، أو أحمد يحب اللبن. أحمد يحب اللبن، يحب اللبن. تمام، بين لي أركان الجملة هنا يا أحمد. أركان الجملة الاسمية، احنا إيه هي أركان الجملة الاسمية؟ مبتدأ وخبر. مبتدأ وبخبر. برافو. مبتدأ اسمك ايه يا وخبر بطل؟ اسمك ايه؟ آدم. آدم. بطل يا آدم. برافو. طيب يلا يا أحمد، فين أركان الجملة اللي هنا اللي عندك؟ أحمد يحب اللبن. يلا. الأركان الجملة المبتدأ والخبر. برافو. أركان الجملة المبتدأ والخبر. برافو يا أحمد. طيب فين هنا المبتدأ في جملة أحمد يحب اللبن؟ أحمد. أحمد. قربولي كده يا أحمد. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. برافو. طيب فين الخبر يا أحمد؟ الخبر هو مس، هو تبقى اللي هي يحب اللبن. هتبقى على بعضها يحب اللبن. طيب برافو. طيب برافو برافو برافو، شاطر يا احمد. طيب نعربها هي بقى كده تفصيلي، جملة اعراب فعلية. تفصيلي كده. اعرب كده يحب. ماشي. يحب ده ايوه فعل صح؟ فعل. فعل ان هو ايه بطل؟ يحب ده فعل مضارع. فعل مضارع. ايوه يحب فعل مضارع، ما عندوش أي إضافة، ما فيهوش أي إضافة. فعل مضارع مرفوع. مرفوع. برافو. ليه مرفوع؟ ليه مرفوع يا أحمد؟ ليه مرفوع؟ عشان ما بلوش أدوات، قبلوش أدوات النصب ولا الجزم. برافو، لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. لم يسبقه ناصب ولا إيه؟ ولا جازم. جاز. برافو يا أحمد، يبقى فعل مضارع مرفوع. طيب علامة رفعه إيه؟ علامة رفعه تبقى الضمة عادي. برافو، علامة رفعه الضمة. برافو يا أحمد. طيب ها كمل. اللبن. اللبن. طيب بس. الفعل ده مش ليه فاعل؟ فين هو الفاعل؟ مين اللي يحب أحمد ده؟ يبقى اللبن ده يبقى مفعول به. برافو. اللبن مفعول به. فين الفاعل؟ يبقى أحمد. هل أحمد موجود هنا بعد يحب؟ لا، لا. الفاعل ضمير مستتر. بطل ضمير مستتر، يعني مش ظاهر. مستتر يعني ايه؟ خفي او غير ظاهر. تمام يا شباب، معايا سما وادم وبال الشباب. ايوه يس. تمام، يبقى لما يكون الفاعل مش موجود هنا، الفاعل غير موجود في بعد الفعل ويعود على اسم قبله، هيبقى هنقول الفاعل ضمير مستتر. تقديره ايه يا احمد؟ فعل تقدير مستخدم أحمد يحب اللي هو هو. برافو. هو برافو، لأن أحمد ده مذكر، اسم مذكر، يبقى تقديره هو. برافو. اللبن. مين هيعرف بقى يكمل الإعراب؟ ها كم أنا مش لا استنى ما نشوف حد تاني يا أحمد. ها أحمد يحب اللبن. اللبن هنعربها إيه؟ مين اللي بيتكلم معايا؟ بس نعم، اللبن مضاف إليه، ليه مضاف إليه؟ هو أحمد بيحب ايه؟ بيحب اللبن. ماذا وقع؟ ماذا وقع عليه فعل الفاعل؟ ايه اللي وقع عليه فعل الفاعل؟ ها
لا اللبن، يبقى اللبن ده ايه؟ ها بس هو يلا يا سما، يلا يا سما، ها يلا يا آدم. مين تاني من الشباب؟ لو تفتحوا الكاميرا ممكن علشان اشوفكوا كده واشوفكوا ونتفاعل كده مع بعض. يلا ها اللبن، مفعول به بس. برافو، مفعول به. كمل اعرابك، مفعول به ماله؟ دايما المفعول به ايه؟ منصوب برافو، منصوب. طيب، وعلامة نصبين كسر. وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة الفاتحة. برافو، ليه الفاتحة؟ ليه الفاتحة؟ ها الفتحة عشان هو مفرد. برافو، برافو. اسمك ايه؟ آدم. اسمي آدم. بطل يا آدم، برافو برافو، شطار يا ولاد، شطار. يبقى احنا ليه قلنا فاتحة؟ لأن اللبن ده مفرد. طالما مفرد يبقى المفرد، مين هيقول لي علامة إعراب المفرد يا شباب؟ أنا مس يلا قول يا حسن. يرفع بالضمة. علامات إعراب المفرد، يعني لو كان منصوب أو مجرور أو كده، يعني اه، لازم مطلوب. هنقول يرفع بإيه علامات وينصب إعراب بإيه المفرد ويجر لو كان بإيه؟ مرفوع بيبقى يرفع بالضمة، بالضمة، برافو. ينصب يرفع بإيه؟ بالضمة أو يرفع بالضمة أو يوصف بالكسرة، لا يوصل بالمفرد. بالفتحة، بالفتحة، ايوه بالفتحة، برافو يا احمد، ينصب ويجر بالفتح ويجرب الكسرة. ويجرب الكسرة. بطل، برافو عليك. طيب عايزاك بقى تشكل لي الجملة، يعني ايه نشكلها؟ نحط الحركات عليها، يعني نحط على احمد يضمة ولا فتحة ولا كسرة ويحب. طب احنا لسه ما كملناش اعرابنا، احنا قلنا احمد ده ايه؟ مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، خلاص. ويحبه فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر كالقلم هو، واللبن مفعول به. طيب خلص كده اعربنا. انا فين الخبر؟ عرفت الخبر؟ الخبر احنا قلنا، قلت الخبر جملة فعلية. برافو. هنقول وجملة، وافتح قوس كده، وجملة ايه؟ يحب اللبن مالها؟ جملة فعلية، خبر في جملة فعلية. في محل رفع خبر المبتدأ. نوع الخبر هنا ايه؟ جملة فعلية. برافو عليك يا احمد، برافو، برافو آدم، وبرافو الشباب، برافو. اذا هنا ممكن يكون الخبر ايه؟ جملة، سواء جملة اسمية او جملة فعلية. طيب لاحظت ايه هنا؟ ان في هنا ضمير مستتر بيعود على المبتدأ، صح؟ معايا يا شباب؟ معايا. احنا قلنا احمد يحب اللبن، فهنا يحب دي هنا الفعل بتاعها فين؟ مكتوب؟ الفعل مكتوب؟ لا مش الفاعل مكتوب، ضمير مستتر. مش احنا قلنا هنا في الاعراب الفاعل ضمير مستتر؟ ده بسميه ايه؟ الفاعل ضمير المستتر ده بسميه رابط. بسميه ايه؟ رابط، بيربط ما بين الجملة دي اللي هي جملة يحب اللبن ومين؟ والمبتدأ اللي هو أحمد. يبقى إذن هنا لازم في الخبر الجملة، سواء جملة اسمية أو جملة فعلية، لازم يكون عندي فيه ايه؟ فيه رابط. فيه ايه بطل؟ ده هو. معايا سما؟ تمام، يلا شاركي معانا يا سما. يبقى هنا لازم يكون في رابط ما بين الجملة، الخبر الجملة سواء جملة اسمية أو جملة فعلية والمبتدأ. طيب عايز حد فيكم كده يجيب لي خبر مبتدأ وخبر لجملة يكون مفرد. ها خبر مبتدأ الجملة تكون مفردة. اه يعني المبتدأ الخبر يكون مفرد. ها نقول ايه؟ مثلا أقول مثلا أحمد، مثلا أحمد نام مثلا. ماشي، دي خبر احمد نام. طيب ماشي، دي جملة ايه؟ نام. ديت نام. لا لا صح، الخبر يكون مفرد. لما نقول الشمس ساطعة، مين هيشكلها لي هنا؟ هتبقى أنا ايه؟ يلا يلا يا سما، شكلي لي يا سما الجملة دي.
الشمس هتبقى ايه؟ ساطعة. ساطعة. برافو برافو. يلا يا شم يا سما، قريب الشمس. مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. برافو. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه قلت الضمة يا سما؟ علشان الشمس مفرد. برافو. طبعا هنا الضمة هنا بتكون الضمة الظاهرة. ضمة هين الظاهرة. ليه ظاهرة؟ يعني نطقتها ليه؟ لأن آخر الكلمة حرف الايه؟ السين. احنا عندنا في الحروف اللغة العربية في حروف صحيحة وحروف علة. عارفين حروف العلة ايه هي؟ اللي هي مش الألف اللي هي الألف والواو. والياء، وأيوة الياء والواو. برافو. حروف الألف العلة والياء الألف والواو. والواو والياء. طيب لما يكون الاسم أو الفعل آخره حرف علة يبقى إعرابه مقدر. طيب آخره حرف صحيح يبقى إعرابه ظاهر. يعني مثلا الشمس، حرف السين ده حرف علة ولا حرف صحيح؟ حرف صحيح. برافو. حرف صحيح. يبقى خلاص في الحالة دي لما يكون آخر الاسم أو آخر الفعل حرف صحيح بعربه إعراب ظاهر. إعراب إيه؟ ظاهر. طيب لما أقول مثلا بنت اسمها ندى، ندى دي اسم معتل الآخر ولا صحيح الآخر؟ لا في الآخر معتل الآخر، الآخر لأنه آخره إيه؟ ألف مقصورة. ألف الإيه؟ المقصورة، صح؟ ندى. الألف الإيه؟ المقصورة، اللي هي ياء وتنطق ألف، ياء غير منقوطة، يعني ياء ومش تحتها نقط وتنطق ألف، تمام؟ طيب لما أقول ندى مثلا وعايزة أعرف ندى، هقول مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة. ليه مقدرة؟ لأن آخره حرف علة. آخره إيه؟ حرف علة، تمام؟ تمام. تمام. يلا يلا يا سما كملي. هنا ساطعة. خبر مرفوع علامة رفع الضمة. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. ليه؟ هنا الشمس دي ساطعة، دي آخرها ت إيه؟ تاء مربوطة، صح؟ تاء أو. المربوطة هي حرف صحيح ولا حرف علة؟ حرف ال. حرف علة. لا، حرف العلة حروف العلة الألف والواو والياء. الألف والواو هي والياء. الشمس. شمس. الشمس مش هي حروف ال. العلة مش القلة. العلة حروف العلة. حروف العلة الألف والواو والياء. الألف هناخدهم أهو. الألف و الواو و الياء. يبقى حروف العلة الألف والواو والياء، نحفظهم يا شباب عشان بعد كده هناخدهم، هناخد لسه الأفعال الصحيحة والأفعال الإيه؟ المعتلة. يبقى إيه هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء، اسمها علة حروف العلة، تمام؟ حروف العلة هي؟ الألف والواو والياء. برافو. عبد الرحمن وريان. ريان انت معايا؟ يلا ايه هي حروف العلة يا بطل؟ الألف والواو والياء. برافو برافو. يلا عبد الرحمن ايه هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. تمام برافو. طيب مين اللي هو الريلمي؟ الموبايل وريلمي غير باسمه يلا عشان اعرف مين اللي معايا. تمام يبقى الألف والواو والياء. طيب نرجع هنا لإعرابنا. يبقى هنا ساطعة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة ولا مقدرة؟ يلا يا سما كملي إعرابك. قاطعته. ماشي اعربي ساطعة. خبر مرفوع علامة رفع الضمة. أنهي الضمة ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. ليه مقدرة؟ هي التاء المربوطة دي من حروف العلة. ركزي يا سمسم. ها يلا يا بطل. ظاهرة. أيوة حرف إيه؟ صحيح
حرف صحيح. كل حروف اللغة العربية صحيحة ما عدا مين؟ ما عدا الألف والواو والياء. الألف والواو والإيه؟ والياء. تمام؟ برافو برافو يا شباب. طيب عايزين خبر هنا، عايزين خبر جملة اسمية. مين هيجيب خبر جملة اسمية؟ الشمس مشرقة. الشمس مشرقة. الشمس دي مبتدأ ومشرقة خبر. تمام. ها ميس ها محمد تلميذ هو مجتهد، لو كتبت يا ميس الشمس مثلا لونها، محمد تلميذ. لونها مثلا أحمر مثلا، ها الشمس، صح؟ الشمس الشمس أيوة أحمد لونها مجتهد، ها أحمد تلميذ مجتهد. ذهبي. طيب نخلينا في الشمس الأول. هو يلا ريان، ماشي، ريان أبدأ قربي. أعربها. بس لا ريان مش بص، عارف المرة دي. يلا يا ريان. الشمس الشمس مبتدأ مرفوع برافو، وعلامة رفعه الضمة. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ظاهرة ولا مقدرة يا بطل؟ ظاهرة ظاهرة. الظاهرة على ظاهرة آخر. تمام. الشمس ها لونها خبر، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. ايوه وذهبي. طيب بص يا ريان، بص يا شباب، هنا انا قلت الشمس لونها وسكت. هل اكتمل الجملة؟ هل اكتمل معنى الجملة؟ لا لا بالتخريج. لم يكتمل معنى الجملة. طيب الشمس ذهبي، هل اكتمل معنى الجملة؟ الشمس بس ما قلتش لونها، هل ينفع اقول الشمس ذهبي؟ لا لا. طيب قلت من غير الشمس، قلت الجملة لونها ذهبي، أنا عرفت مين اللي لونها ذهبي؟ الشمس ما لو أنا قلت الجملة يعني بدون الشمس، لونها ذهبي، هل ينفع إن أنا أقول الجملة بدون الشمس؟ لا لا. يبقى إذن هنا الجملة مركبة على بعضها البعض حتى يكتمل المعنى. طيب هنا إحنا قلنا الشمس مبتدأ، في اللحظة دي هقول المبتدأ إيه؟ أول، يعني ده أول مبتدأ. إيه ده، هو في مبتدأ ثاني؟ آه في مبتدأ ثاني اللي هو إيه؟ كلمة إيه؟ لونها. يبقى لونها نقول مبتدأ ثاني. ماله؟ طبعا زي ما قلنا المبتدأ الأول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب هي أصلها كلمة لون. طب والهاء ده إيه؟ الهاء دي ده إيه؟ ده ضمير متصل مضاف إليه، هنقول والهاء والهاء ضمير مضاف إليه. فاكرين لما قلت إن لازم يكون في الخبر الجملة سواء جملة فعلية أو جملة اسمية لازم يكون فيها رابط، يكون فيها ضمير رابط، صح؟ تمام. طيب نكمل إعرابنا بقى. كلمة إيه بعد كده؟ ذهبي، صح؟ ذهبي نعربه إيه ذهبي؟ هنقول خبر المبتدأ. أنهي بقى مبتدأ؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني برافو، الثاني. شاطرة يا سما، الثاني المبتدأ الثاني. تمام.
طبعا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا ظروفه ايه؟ ها يلا يا احمد، يلا يا ريان، مرفوع. يلا يا عبد، يا ادم، ادم راح فين؟ ها عربي يا سما، مضمون. يلا. خبر المبتدأ مضمون الثاني مرفوع مضمون مرفوع، ايوه، وعلامة رفعه مضمون. الضمة. برافو. ضمة ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. الظاهرة هنا. ماشي تمام. ليه هنا اشمعنى قلنا الضمة الظاهرة؟ عشان أولها ألف ألف ولام. لا مش مقولها ألف ولام، لأن هنا الياء، الياء الضمة أقوى إيه منها. تمام. يبقى هنا أدي مبتدأ ما أول فيهاش حروف ومبتدأ ثاني وأدي خبر. عشان طيب نعم. ما فيهاش حروف لا هي فيها حرف علة أهو، فيها حرف إيه؟ علة. تمام، اللي هو الياء، بس الياء بتبقى أقوى من الضم، العفو، الضمة أقوى من الياء. تمام. طيب هنا رفع الضم الظاهرة، خلاص. بعد كده نسكت بقى الإعراب ده؟ لا، ما هو كده حددنا المبتدأ. طب فين خبر المبتدأ الأول؟ هنقول وجملة لونها ذهبي خبر المبتدأ الأول. الأول. تمام. أو في محل، هنقول في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن هنا الخبر هنا عندي كم نوع يا شباب؟ اثنين. ليه اتنين؟ ليه؟ ها احنا قلنا الشمس ساطعة، يبقى الخبر هنا ايه؟ مفرد، والخبر جملة اسمية او جملة فعلية، كده اتنين. لسه في واحد تالت هناخده دلوقتي. يبقى هنا عرفنا انواع، بالنسبة لانواع الجمل، انواع الخبر، اللي هو عندي خبر مفرد يكون كلمة واحدة، او خبر جملة اما جملة اسمية زي الشمس لونها ذهبي، او جملة فعلية زي جملة احمد يحب الايه؟ اللبن. احنا قلنا لازم الجملة او الخبر، الجملة سواء جملة اسمية او جملة فعلية لازم يكون فيها رابط. احنا قلنا هنا يحب اللبن، فين الرابط اللي بيربط بين المبتدأ والجملة هنا؟ اللي هو الضمير المستتر التقدير، وهو يعود على احمد. طيب هنا في الجملة الاسمية لونها ذهبي، هنا فين الرابط؟ اهو الهاء اهو. يبقى اذا الرابط لازم يكون ضمير اما مستتر او ظاهر. هنا الهاء اهو، الهاء دي ضمير بيربط ما بين الخبر وما بين المبتدأ. الشمس لونها، مين اللي الهاء دي تعود على مين؟ على الشمس، صح؟ تمام. يبقى هنا لغاية دلوقتي في كام نوع جملة خبر أخدناها؟ خبر ايه؟ مفرد وخبر جملة، خبر مفرد وخبر ايه؟ جملة، جملة صح؟ اسمية أو سواء جملة فعلية. اسمية او جملة فعلية. لغاية كده فاهمين يا شباب ولا نعيد تاني؟ مفيش مشكلة ان احنا نعيد تاني. لا امين. فاهمين بس. ها سما، فاهمة. ها عبد الرحمن واحمد وادم وريان، فاهمين؟ هو عادي عادي اعيد فاهمين تاني. يعني. ها ريان شيء مس فاهم؟ حوالي قول المس كويس، الأخيرة مس قول يا احمد. ها أول المس الأخيرة مس حروف العلة تبقى تبقى ظاهرة أو مقتدرة صح؟ مقدرة، مقدرة، مقدرة. تمام. هنشرحها. بص يا، بص يا احمد، مع الشغل ومع الاعراب ومع حل الهوم ورك باذن الله هتتدرب عليها. تمام تمام. تمام بس اهم شيء لغايه دلوقتي انت فاهمين، فاهمين الانواع الخبر المفرد والجمله. ايه ايوه شرط؟ ايوه يا بس ماشي يا شاطر. بطل، عفوا يا جميل. هنا ايه شرط، ايه شرط الخبر الجمله؟ ايه الشرط بتاعه لازم يكون موجود في الجمله، الخبر الجمله؟ وجود ايه؟ رابط. ايه هو الرابط؟ قلنا ضمير، الضمير اللي بيربط ما بين الخبر الجملة سواء جملة اسمية او جملة فعلية بيعود على المبتدأ. تمام. زي هنا يحب اللبن، فاعل ضمير مستتر تقديره، هو يعود على مين؟ على احمد. تمام. تمام طيب ننتقل للجمل، الخبر شبه الجملة.
يا شباب معايا؟ اي مس ماشي يلا. بعد كده احنا عندنا الخبر الثاني، النوع الثالث من الخبر، الخبر شبه الجملة. ايه هو شبه الجملة؟ شبه الجملة في اللغة العربية مكون من ايه؟ اللي هو بس تبقى اللي هو في لما تكون ظرف زمان، برافو. لا ظرف. تكون ظرف زمان، ظرف لا تكون ايه؟ ايه اللي بيجي بعد الظرف؟ وجر، ايه اللي بيجي بعد لا الظرف؟ قصدي وبيجي مضاف. بعد الظرف مضاف إليه. برافو. يبقى دايما اي ظرف، سواء ظرف زمان او ظرف مكان، دايما الكلمه اللي بعده بتيجي مضاف اليه. طيب، وهي كمان شبه الجمله اللي هي حروف، حرف الايه؟ الجر دي الجر زائد الاسم مفهوم. المجرور، صح؟ اللي بسميه على بعضه ايه؟ الجار والمجرور. الجار والايه؟ والمجرور. تمام؟ مجرور. تمام. طيب، عايزين جملة فيها يكون الخبر بتاعها شبه جملة. ها، نقول ايه؟ يرحمكم الله، العفو العصفور. يلا يا احمد. فوق تبقى أحمد. الشجرة. ها، ماشي. يلا يلا يا عبد العصفور ده الرحمن، يلا يا عبد أنا الرحمن. أعرف. انا يا احمد، يلا. العصفور، نشوف، اسمع بس صوت عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن. العصفور. العصفور فوق الشجرة. العصفور مبتدأ، برافو. مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الظاهرة ولا المقدرة يا بطل؟ صغيرة. الظاهرة. برافو. ليه يا أحمد؟ يا عبد الرحمن عفوا، لأن آخرها حرف صحيح. آخرها حرف إيه؟ صحيح. ترى حرف صحيح. نطقتها العصفور. تمام. طيب، فوق. تمام. كمل يا بطل. ها، فوق. ظرف المكان. ظرف مكان. برافو. ماله، دايما ظرف المكان ايه؟ او الظرف بصفة عامة دايما ايه؟ منصوب، صح؟ فوق ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. طيب، الفتحة الظاهرة. ايوه تمام. تمام. قارب لي يلا يا آدم. شجرة. الشجرة. شجرة. العصفور فوق الشجرة. الظرف. ظرف مكان. ما هو فوق دي ظرف مكان. الشجرة. مضاف إليه. برافو. مضاف إليه. برافو بطل. مضاف ماله؟ إليه مجرور وعلامة مجرور جره وجره وعلامة كسر. جره الكسرة. بطل. برافو يا آدم. ظاهرة ولا مقدرة يا آدم الكسرة؟ الكسرة ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. طيب، هنا التاء المربوطة دي حرف علة؟ حروف العلة ألف والواو والياء. ظاهرة. لا، يبقى الظاهرة. الظاهرة التاء دي التاء المربوطة حرف إيه؟ حرف صحيح. حرف إيه؟ صحيح. برافو. طيب، احنا قلنا هنا المبتدأ العصفور فوق الشجرة. هل الجملة كده كاملة على بعضيها ولا غير كاملة؟ كامل. عرفت ان العصفور فوق الشجرة، صح ولا لأ؟ طب فين الخبر؟ فين الخبر عندي في هذه الجملة؟ فين الخبر؟ احنا عرفنا ان العصفور مبتدأ، الخبر فين؟ اخبرني ايه الخبر ده، عرفته منين إيه؟ شجرة. طيب، فوق. ها، فوق الايه؟ شجرة. فوق الشجرة. شجرة.